بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايام معدودات ويوم من ايام الله في هذا الشهر الفضيل نسال الله سبحانه وتعالى يا رب ان يجعله يوما زياده لنا في كل خير اللهم اجعل يومنا خير من امسنا واجعل غدنا خير من يومنا امين يا رب العالمين. صح فطوركم وتقبل الله منا منكم. ايها الاخوه الكرام، رمضان يربي فينا مراقبه الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجب ان نتدرب عليه في هذا الشهر وندرب عليه ابناءنا. الانسان الصائم عندما يكون صائما يكون لوحده ليس معه احد الا الله سبحانه وتعالى. ربما كما تعلمون قد يكون عطشانا، قد يكون جوعانا، قد يكون يشتهي وامامه الماء الزلال، وامامه الطعام الحقيقه اللذيذ والشهوات التي يشتهيها، وربما امامه زوجته ويعني مما تشتهيه النفس سواء كان شهوه البطن او الفرج ولكن مع ذلك وهو لوحده لا يمد وباستطاعته ان يمد يده يعني يعني بعمليه بسيطه ويشرب او ياكل ولا يعلم به احد الا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يفعل. مع ذلك يفعل، لماذا؟ لأنه في تلك اللحظة يعلم بأن الله يراه. يعلم بأن الله يراه وأن الله يراقبه وأن هناك ملكان يسجلان إما الكلمة وإما الفعل، ما يلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربي سبحانه وتعالى في سورة الجاثية يقول إن رسولنا يكتب إن رسولنا يكتبون ما تعملون. فكل شيء كما تعلمون مسجل ويوم القيامة يقول لنا الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شوفوا سيدنا لقمان في سورة لقمان يعني كيف يربي ابنه على مراقبة الله سبحانه وتعالى عندما يقول له يا بني إنها إن تكو حبة من خردل الحبة من الخردل هذه الحقيقة لا ممكن لا ترى بالعين الا الا بصعوبة ومع ذلك ربما قاس حبة من الخردل قال مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله عليم خبير ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا اكثر من ذلك ولا اقل الا هو معهم وأينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا هذا هو هذه مراقبة الله سبحانه وتعالى مراقبة الله سبحانه وتعالى من 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 أقوى من أقوى ما يجب أن يتعلمه المسلم لماذا؟ لأنها هي التي تعصمه من 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 معصية الله سبحانه وتعالى وإن كان في ليل دامس وإن كان في في كما يقولوا ممكن في بلد لا يعرفه أحد وإن كان في غرفة في في معزول لوحده لا يراه لا يراه أحد ولكن يعلم بأن الله يراه وهذه هذه درجة أيها الأخوة الكرام من الدرجات الكبرى اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم درجة الإحسان، هناك ثلاث درجات، هناك في حديث جبريل هناك الإسلام درجة الإسلام، ثم بعده درجة الإيمان، ثم بعده فوقه يعني الدرجة العليا هي درجة الإحسان، فعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الله يرانا أيها الأخوة الكرام، والله والله مطلع عن علينا، ألم يعلم بأن الله يرى كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو يرانا سبحانه وتعالى ومطلع علينا حيثما كنا وأينما وجدنا، ولذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، ووالله يا إخوة الإيمان لو اننا استفدنا من رمضان في هذه القيمه بالذات قيمه المراقبه، وربينا عليها ابناءنا، وربينا عليها بناتنا، والله ايها الاخوه الكرام ما تجرا احد منا ان يعصي الله سبحانه وتعالى لانه لانه ممكن في غرفته واليوم خاصه أصالحكم يعني مع مع مع, مع, مع التليفون هذا مع الهاتف هذا مع وسائل الفيسبوك هذا وغيره هذا التواصل وغيرها وغيرها، يعني الناس يجدون انفسهم في خلوه لا يراهم الا الله سبحانه وتعالى، من العاصم؟ من العاصم من الذنوب؟ من العاصم من المعاصي في هذا؟ العاصم هو الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله عز وجل. رمضان يربي فينا قيمة المراقبة، ولذلك أيها الإخوة الكرام، يعني نرى الناس اليوم، يعني شكون اللي يقدر يسرق أموال الناس لأن الناس لا يرونه؟ كل يقدر مثلا يعني يعني يرتكب الفواحش لأن الله لأن الناس لا يرونه وربي قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا, ما, لا ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إن الله محيط بكل شيء إن الله عليم بكل شيء إن الله يرانا حيثما كنا فلنتربى ونربي أنفسنا وأولادنا على هذه القيمة العظيمة مراقبة الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين